من مدينة المرجع الأعلى الكعبي يفتي بالزحف نحو الأقصى. الشرق الأوسط يحبس أنفاسه. إسرائيل تهدد سيدرك الجميع قوتنا بعد أن نهاجم إيران. طهران ترد على لسان عرقشي الحرب الشاملة واردة بشدة. ولا تكتفي، بزشكياني صعد وهو في حضرة تكتل عالمي آخر يتشكل. الكيان سيتلقى رداً صارماً لا يصدق إذا خطأ بحقنا. شنو هذا؟ هذا يعني إنه الحرب الشاملة واقعة وتفيض مثل حمم بركانية، وليس ببعيد عن شرارها المتصاعد العراق اللي راجع خطط الأمنية خوفاً من جرة إلى صراع إقليمي. وهنا أحكي عن العراق الرسمي اللي حكومته تتمسك باحتكار قرار الحرب، ورئيسها محمد الشياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة اللي شدد على الجهوزية التامة للصنوف الأمنية والاستخبارية أمام المخاطر اللي تهدد البلاد. ركز لي هنا على الجهوزية. في خارطة هذا الوطن هناك من يعلن الجهوزية الكاملة لتنفيذ أي توجيهات تصدر من سماحة القائد عبد الملك الحوثي أو أي سماحة أخرى. أي نعم، كما سمعتم، وهذا مضمون بيان لفصائل المقاومة في العراق أنهم حاضرون للتدخل عسكرياً والقتال في اليمن في حال أي هجوم أمريكي مرتقب. وبين جهوزيتين العراق يسير في مسارين: حكومة تتمسك بالدبلوماسية وضبط النفس وخفض التصعيد ودرء المخاطر، وفصائل تتشبث بالمقاومة. حتى الأمس كانت هذه الفصائل صوب تعليق عملياتها مؤقتاً كما تواتر بعد وساطات وتفاهمات، وسرعان ما أطلقت يدها ومعها انطلق المناوش فوق سماء العراق الرسمي. أما الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي هدد بحرب مفتوحة مع أمريكا، ويقول إنها تعطي المعلومات الكاملة عن العراق للكيان. الكعبي أعلن التعبئة ودعا إلى شد الرحال إلى الأقصى، معلنا من النجف الوقت وقت الملحمة. النجف حيث إقامة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني اللي دعا بصريح العبارة إلى جهود سلمية لوقف العدوان على لبنان وتخفيف معاناة أهله وتأمين احتياجاتهم. لكن للفصائل من تسمعه، وتلك هي المغامرة. فالأمس أبو علي البصري معاون رئيس أركان الحشد الشعبي حذر قائلاً: الفصائل لا تمثلنا وغير مرتبطين بينا، ولم نوجه أي ضربة لإسرائيل أو قواعد أمريكا، ولن نخوض أي حرب بدون أوامر من الحكومة. بس الفصائل المسلحة لا، اليوم تربك خطط العراق ومساعيه لخفض التصعيد في المنطقة، وهي تعيد لحن وحدة الساحات بأزيز المسيرات في حرب وحدها أمريكا من تستطيع إيقافها وعلى مواقيتها. تهموها
حياكم. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ورحب بضيوفي الكرام حسين الكناني رئيس مركز الهدف للدراسات من بغداد، والدكتور عياد الطوفان خبير أمني وعسكري من أربيل، والدكتور عبد الجبار أحمد أستاذ العلوم السياسية من بغداد. مرحبا بضيوفي الكرام. أبدأ أولا مع أستاذ حسين، خلينا نأخذ قصة خطبة أو كلام السيد أكرم الكعبي أمين عام حركة النجباء من النجف، يقول: حان الوقت لشد الرحال إلى الأقصى، فالوقت الحالي وقت الجهاد وليس وقت البكاء والعزاء، خصوصا بعد اغتيال القادة والسادة. شنو دلالات هذا الظهور الأول للشيخ أكرم الكعبي ومن النجف؟ النجف اللي السيد السيستاني أصدر بيان، الحكومة تحدثت أنه ما بمساراته واضحة أنه إغاثي وإنساني وإعلامي، شو يريد يوصل رسالة الشيخ أكرم الكعبي؟ أستاذ حسين تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيفيك الكريمين ولمشاهديك الكرام. لا ريب أن المنطقة تشهد توتر غير مسبوق، وهنالك إرادة حقيقية من قبل الكيان الصهيوني بجر المنطقة لتغيير وفق مقاساته، وبالتالي مسألة الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني واللبناني وحتى العراقي منذ عقود ليست بالقليلة، كل هذا يأتي ضمن المشاريع الأمريكية الصهيونية على حد سواء لتنفيذها في المنطقة، والعراق جزء من هذه المنطقة. بالنسبة لفصائل المقاومة هي منخرطة منذ احتلال العراق 2003 بمقاومة الاحتلال، وهي قد اتخذت على عاتقها مقاومة ومحاربة الاحتلال الأمريكي، وهي ما زالت تحت ضمن هذا السياق. بالنسبة للكيان الصهيوني يعتبر العدو رقم واحد بالنسبة للعراق وكذلك بالنسبة لفصائل المقاومة، ومن هنا هي أيضا منخرطة بمحور المقاومة وبمحور وحدة الساحات، وبالتالي الخطاب الذي أعلن عنه الشيخ أكرم الكعبي هو خطاب تعبوي يوجه الخطاب إلى مريدي المقاومة وكذلك يعني جمهور المقاومة، ولا يمثل هذا الخطاب يعني ولا يعتبر بيان رسمي حاكي عن رأي المرجعية الدينية العليا، وإن كانت المرجعية الدنيا المرجعية الدينية العليا سبعت علينا حقيقة، أكدت على أنه يعني إحنا ضايعة علينا. هسا إحنا نستمع للشيخ أكرم الكعبي، نستمع للسوداني، نستمع إلى مكتب السيد السيستاني، نستمع للسيد الخامنئي. العراقي حارب ما محارب، مقاوم غير مقاوم، هاي ضايعة علينا السالفة، ممكن توضحها لنا؟ نعم، بالنسبة للموقف الرسمي الحكومي، قطعا الموقف الرسمي الحكومي ليس بصدد أن يفتح جبهة لا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى الكيان الصهيوني ولا حتى أي دولة أخرى. هذا العملية السياسية التي جاءت وفق إرادة أمريكية وقياسات محددة، وحتى الكتل السياسية اليوم مع هذا التوجه ليسوا بصدد، حتى عموم الشعب العراقي ليسوا بصدد فتح أي مواجهة لا مع الكيان ولا مع غيره. بالنسبة لهذا الموقف الرسمي، وعموم الشعب العراقي أعتقد ينسجم مع هذا الموقف، ولا خلاف ولا إشكالية في هذا الموقف. بالنسبة للدعم الرسمي أيضا كان الموقف الرسمي الحكومة أيضا جيد، نددت بجرائم الاحتلال، أيضا دعمت المقاومين سواء في لبنان أو في فلسطين أو في أي مكان آخر. كانت لدى الحكومة العراقية أيضا مساعي، يعني بمعنى غير رسميين خارجين على القانون يغردون بكيفهم، يعني شلون راح الشيخ أكرم الكعبي بنص النجف ويجتمع بي ويتحدث بهذه الطريقة؟ يا سيدي كم شاب ظاهر بالناصرية شالوهم نعلوا دينهم، يعني شو اسمه هسه الشيخ أكرم
مفتح له شو اسمه يعني. يلا. نعم، بالنسبة للموقف الرسمي كما ذكرت واضح وهو مؤيد بشكل كبير. بالنسبة لموقف الفصائل، موقف الفصائل أعتقد هذا الموقف يعني لا دخل الحكومة بالنسبة، لا ولاية حقيقة على هذه المواقف. اليوم أنا عندما أتبنى موقف المقاومة هذا الرأي يمثلني أنا اليوم أعتقد أن الكيان الصهيوني هو عدو ويجب محاربته. نعم أنا في مقام يختلف عن مقام المسؤولية، قد يكون موقفي بأكثر أكثر حدة وأكثر راديكالية من الموقف الرسمي الحكومي الليبي. طيب. كثير من الاعتبارات والكثير من المقتضيات التي قد يكون مغاير إلى حد ما. كذلك قوى الإطار نشاهد أن الكثير أو أغلبية قوى الإطار الآن هم داعمين للمقاومة وداعمين لحزب الله وداعمين لحماس وداعمين لكل يعني الممارسات التي من شأنها رفع الظلم عن الفلسطينيين وعن اللبنانيين. طيب. وعن عموم يعني إبعاد الحرب عن عموم المنطقة. بالتالي هذا الموقف هو لا يمثل الرأي الحكومي، والحكومة غير معنية أنه تكون مسؤولة عن كل موقف. لا يصدر أنا ما جاي أنا أعرف الموقف الحكومي أستاذ، أعرف الموقف الحكومي، أريد أعرف موقف الفصائل شنو وشنو بالنسبة إلى الموقف الرسمي وموقف المرجعية. خلي أسأل دكتور عياد الطوفاني، أكو دلالات مثلا الشيخ أكرم الكعبي يروح وهو من يعني من صقور فصائل المقاومة، هو احنا من عندنا النجباء وكتائب حزب الله وسيد الشهداء هم الدولة جاي يديرون المقاومة الآن، من يروح للنجف ويلقي هذه الخطابة أمام يعني قريبة من مكتب السيد السيستاني اللي قال بيها أنه احنا ممكن ندعم لبنان إغاثيا وسياسيا وإعلاميا، ويقول لا خلاص خلي نشد الرحال، شنو الرسالة بهذا الموضوع دكتور عياد؟ تحية طيبة لك أستاذ عدنان، تحية لضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناتكم الكرام، حياكم. هذه الفصائل هل هي فوق القانون أو هي تمثل الرأي الرسمي السيادي للحكومة؟ هذا موضوع لا فائدة من النقاش فيه ولا نصل إلى نتيجة. هي أما تكون جزء من الدولة أو فوق الدولة، هذا المعنى الواحد الأهم. لكن الناس ما تقبل تعترف بأن هذا السلاح اللي تمتلكه حتى الدولة العراقية ما تمتلكه، وهي ما تتمر بأمر الحكومة، وهي ممكن تجر الحكومة إلى حرب لا طائلة منها ولا فائدة، ولا ممكن اشتراكهم أن يغير من ميزان القوى على الأرض. لكن لنتكلم من ناحية شخصية، أنا أؤيد الشيخ أكرم الكعبي وأشد على يديه، لأن هذا واجب أخلاقي وشرعي. وعندما قال نشد الرحال، هذه مربط الفرس، نريدهم أن يشدون الرحال والطريق مفتوح إلى سوريا، ومن سوريا هناك محورين، محور دمشق القنيطرة الجولان، وأيضا محور دمشق المصنع بيروت، ومنها إلى الضاحية الجنوبية، ومنها إلى الجليل الأعلى وحيفا ويافا. وأيضا جيد جدا عندما يعبئ الناس ويفتح باب التطوع للمقاتلين للدفاع والذهاب على إلى القتال في جنوب لبنان. لكن احنا كبلد الحرب دائما لها مرتكزات ثلاثة. المرتكز الأول هي الحكومة التي تمثل الشعب والبرلمان وكل شيء. هل جميع هذا الشعب مستعد ومتهيئ للدخول في هذه المعركة؟ النقطة الثانية الاقتصاد، هل تستطيع الدولة العراقية على اقتصادها التعبان المنهك الذي بيد إيران وأمريكا ليس بالتساوي بل بيد أمريكا أكثر، خصوصا إيراداتنا النفطية، لما نبيعه من النفط يذهب إلى البنك الفيدرالي الأمريكي ثم نستلمه على شكل فواتير وقوائم حساب. هل هذا الاقتصاد قادر بأن يرفع شعار كل شيء من أجل المعركة؟ وهنا أريد أذكر سريعا، إذا شدوا الرحال بعد خلاص يعني ماكو مشكل بالموضوع، إذا فعلا حصل شد الرحال لا يمثلون نفسهم مثل ما يقولون هم أستاذ، ماكو مشكلة يروحون سريعا. نعم. أنت تدري جنابك أستاذ حسن، تدري جنابك القنابل اللي قصفت السيد حسن نصر الله وأتباع الذين اغتيلوا معه
كلفت إسرائيل 14 مليون و600 ألف دولار. تدري الصواريخ التي اغتالت هاشم صفي الدين 5 ملايين ونص؟ هذه في غارتين، كيف الحال إذا كانت آلاف الغارات مثل ما حدث أول يوم في الجنوب عندما نفذوا 1600 غارة باليوم الأول، وكل غارة على أقل تقدير تكلف 3 مليون. النقطة الأخرى الثالثة والمهمة بالحرب والاشتراك فيها هي المطاولة، هل نستطيع المطاولة؟ زين، حزب الله الذي هو أقدم من فصائلنا وأكثر ترتيبا وتدريبا وتسليحا وتجهيزا بكل شيء منذ 40 سنة. تدري الآن ساحة العمليات صارت قسمين، كان القسم الأول هو الاغتيالات، الغارات لأجل الاغتيالات وقتل شخصيات أو قيادات مهمة. الآن منذ أسبوع تقريبا انتقلوا إلى الاختيارات، غارات الاختيارات، بمعنى الضاحية يعني يعطونا تحذير لأي بناية اطلعوا سنقتلك سنفجرها خلال ساعات. تفر العالم منها وأعصب أنت يعني بالقليل كيلو متر مربع كامل العالم تفر من هذه المنطقة. اليوم في صور وحدها من الصباح لحد 14 كما تابعتها كانت 33 غارة تدميرية دم. طيب، كانت غارات اختيارية يعني حذروا ودمروا. هاي افتهمها يعني هاي هذا بس اريد اسال سؤال. تفضل استاذ عدنان، اريد اسال سؤال. ايه زين، انتم يا حزب الله عندكم تقولون كنا تقولون احنا عندنا 100,000 صاروخ باليستي متوسط وقصير المدى، بعد ايش تنتظرون اكثر من هاي القصف الاختياري والغارات الاختيارية؟ زين، وعندكم طائرات تقولون هدهد والأرفد وهاجر، بعد شو وراها ليش ما تطلعوها؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، خلي أبقى بهذا الموضوع ممكن نجيل قائد الحرس الجمهوري، هذا الموضوع ممكن نجيل. نائب قائد الحرس الثوري أستاذ عدنان قبل أسبوعين قال بعد الضربة التي نفذتها إيران، قال إذا تعرضت لنا إسرائيل سنمحيها من الوجود. طيب، يعني معناه قادر، يعني تقدر تمحيها من الوجود. ليش لحد الآن؟ زين، ايش تنتظر؟ صار لك 40 سنة. هاي أسئلة مهمة. زين، حزب الله تدمر، اعطيني مجال دكتور عياد، اعطيني فرصة. يا روحي ما تطلع وتزيلهم من الوجود وتفضنا. طيب، اعطيني فرصة، خلي أسأل دكتور عبد الجبار. لحد الآن ماكو موقف واضح بالعراق، يعني موقف الحكومة من الفصائل، موقف الفصائل من الموقف الرسمي الحكومي، حتى الإطاريين ما عندهم موقف واضح، هم مع الفصائل مع الحكومة، هم خجلانين من موقف الفصائل، يريدون يدارون موقف الحكومة، علاقتهم مع أمريكا. أكو أسئلة كبيرة فيما يخص العراق وموقفه من النزاع مع إسرائيل غير واضحة. يجي الشيخ أكرم الكعبي ويقول لا احنا راح نشد الرحال. تفضل دكتور. بعد التحية جنابك وضيوفك الكرام ومشاهدي قناتكم الموقرة. سيد عدنان، القاعدة في السياسة والاستراتيجية اللي هي جلب المصالح ودرء المفاسد، هذه القاعدة إذا نسحبها على الوضع الآن في العراق، العلاقات العراقية الأمريكية من 2003 ووجود فصائل مقاومة بأطيافها المختلفة كان لها مبرر واضح باعتبار أنه أمريكا دولة احتلال إلى آخره، وبقية القصة معلومة ما أخذ بالتفاصيل. لكن منذ 7 أكتوبر اللي دخل على المتغير هذا على العلاقات هو الجانب الإسرائيلي. أنت الآن أمام خيارات لازم تحسب. أولا، الحرب بها أكلاف استراتيجية، فإذا نروح نشوف موقف الحكومة العراقية بشكل واضح على مستوى الدعم الإنساني الطبي الغذائي هو دور حقيقة جيد، وهو يتناغم مع موقف المرجعية العليا اللي تتحدث أيضا ضمن هذا الإطار، ولم تتحدث عن جوانب تسليحية عسكرية. إذا مقياسنا الأساس أنه مرجعية عليا لم تتحدث عن فتوى بالكفاح والمسلح، وموقف حكومة اللي هي حكومة الإطار ب90% ويغطيها البرلمان قبل سنة أو سنتين اللي عندنا قرار تشريعي اللي هو تجريم التطبيع. إذا ثلاثة مقومات تبرئ وتبرر للعراق على أن يكون موقفه ويقول موقفي أنا حتى هذه اللحظة
أولا معقد استراتيجيا، لأنه إذا دخلت إسرائيل على خط المعادلة العراق العلاقة العراقية الأمريكية فأمريكا سوف تختار إسرائيل حتما، ولكن أيضا أمريكا تدرك على أن هناك مصالح تم تهديدها في إطار الخطابات المتبادلة. وزير خارجي الإيراني قاليباف مزشورة أوضح بشكل علني معالم الطاقة الحرب الواسعة، هذا الذي جعل صانع القرار الإدارة الأمريكية أن تتدخل على الأقل تقدير في رأي المتواضع أن تمارس ضغطا شديدا على نتنياهو بألا أن يستبعد العراق من ضرباته التي يهدد فيها إيران، هاي واحد، وأن تكون الضربات إلى إيران محدودة وليست واسعة، لأن مفهوم الواسعة ستكون بمثابة مبرر لمجموعات متعددة ومنها ماكو قرار من الكيان أنه العراق يستبعد من الضربات. نعم. لأن بين فترة وفترة نشوف وزير دفاعهم نتنياهو يهدد العراق. أستاذ عدنان، نعم صح، صحيح صحيح، لكن بمجرد إذا ما هذا لا ينفي أنه رغبة نتنياهو باعتبار قوة غاصبة عن جهية أن يريد أن يعني يضرب يوجه ضربة، لكن توجيه الضربة الآن هو كل همه إيران، وهو يدرك إذا أي ضربة توجه، خلي نميز ضربة داخل الحدود العراقية أم خارج الحدود. أنا رأيي متواضع، يعني أقول لك يا استراتيجيا لن توجه أي ضربة لأي مرفق لا اقتصادي ولا نفطي، لربما بعض القواعد هنا وهناك، ومن دون أن تعلن إسرائيل بأنها وجهت ضربة، لسبب أساسي لأن هناك إرباك في العلاقة العراقية الأمريكية على أقل تقدير لحين الانتهاء من انتخابات الأمريكية. اثنين. ثلاثة، خليني أتحدث بصراحة، ما نقول قرار الحرب بيدمن، هذا شيء معروف من بديهيات الحكومة تحتكر القرار، لكن خليني نحدد بوضوح، يعني لا أحد يستطيع أن ينكر أو أن يتغافل عن أنه إسرائيل كيان غاصب لحقوق فلسطينية، لا أحد يستطيع أن ينكر أنه الجانب العقادي لأي جماعة، رسام، أستاذ جامعي، إعلامي، والكل ترى مارسوا دورهم في الوقوف في وجه هذا الكيان الغاصب. ولكن حين نتحدث بصراحة، هناك أولويات استراتيجية، ليس معنى حينما تتمسك الحكومة أو النخب الحكومية أي إن كان بما فيها التي في الحكومة فيها فصائل مقاومة أن تعتقد أن تؤمن بأن قرار استراتيجي بتجنب المواجهة، تجنب المواجهة وليس إنكار المواجهة في هذا الظرف لا يعني سوى ما يلي، وهذا الآن تحليلي، معادلة الحكم قد تتغير إذا حدثت مواجهة شاملة في المنطقة. وفي تغير معادلة الحكم في تلك اللحظة العراق سيكون ضعيفا، العراق ليس ضعيفا انتخابيا، ضعيفا وجوديا وسياديا بشكل حقيقي، وفي تلك اللحظة المكاسب التي يبحث عنها الشيخ أكرم الكعبي عقائديا هو محق، لكن المكاسب نتحدث المكاسب الاستراتيجية تتعلق بالعراق كمصلحة عراقية عليا سوف تهدر. إذن علينا أن نقارن بين مصلحة جهادية عقائدية للشيخ أكرم ومريديه وهو الحكم العقائدي مع مصلحة أكبر، هذه المصلحة الأكبر لا تتعلق بموقف سلطة انتخابية، تتعلق بموقف وجود للدولة العراقية في تلك اللحظة. نقول إذا قرار الحكومة حتى ولم يكن هناك إعلان بموقف رسمي من الجماعات المسلحة، ولكن هذا لا ينكر وجود مثلا محادثات أو ضغوطات، ولكن بالمحصلة أنا استمعت إلى كلام دكتور مثلا مستشار الأمن القومي سيد قاسم العرجي يقول العراق محور لوحده. نعم، يعني هذا كلام، هذا جديد، العراق نعم. محور لوحده، احنا كنا نستمع العراق هذا جزء. لماذا لماذا تصريح السيد قاسم العرجي، وقبل قليل جنبك تفضلت ابو علي البصري، ترى هذا يعكس حقيقه، الان اتحدث بصراحه، خطاب استراتيجي وليس خطاب حماسي. واحنا في ادبيات العلم السياسي نقول لما الدوله والحكومه تحتكر الاداه القوه طيب. هي تحدد، هي تعرف البوصله. يعني هل يمتلك العراق القدرات الاستراتيجيه العسكريه للدفاع حتى نتحدث عن هجوم بغض النظر هو دوله مواجهه، ولربما حتى استراتيجي العراق يقول انا ادواري المحدوده ملتزم بها، لربما هناك يعني مقتضيات ما الذي نمتلكه عنده، بما أنه ليس فقط دولة مواجهة، ولكن هذا لا ينفي أنه هذا الدعم طيب. هذا السؤال الحقيقة، هذا السؤال أريد أسأله الأستاذ حسين وأتطرق دكتور عياد أيضا تحدث بهاي القصة. يعني إحنا دائما كنا نستمع إلى محور المقاومة وإسرائيل العدو الأكبر وفيلق القدس، يعني الله يرحمه سليماني وقاني وهاي كل هاي الأناشيد وكذا. يا سيدي
وين وين شنو اللي تمتلكه محور، شنو اللي يمتلكونه محور المقاومه فعلا؟ يعني مو هي هاي المعركه اللي كان بالانتظار اللي كان يحشدوا لها محور المقاومه ووحده الساحات؟ ما معقول، هو هذول هم محور المقاومه، هذا عددهم، هاي صواريخهم. يعني استاذ حسين هي هاي قدرتهم؟ يعني اعتقد انه الكل يعرف انه الولايات المتحده الامريكيه الداعم او الاكبر للكيان الصهيوني من حيث الذخائر والمحور المقاومه. كانوا يعرفون هذا الشيء، يعني الدعم المطلق. ما كان محور المقاومه يعرفون الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني كان يعتبر نفسه أقوى جيوش العالم وأقوى جيوش المنطقة، وكان يتبجح، وكل الدول العربية لا تجرؤ على أن تطلق طلقة واحدة على هذا الكيان، وكانوا يخشونه خشية، والكيان الصهيوني يقتل ويتجاوز ويحتل الأرض من دون أن يكون هنالك أي رادع من قبل الدول العربية. اليوم هذا المحور مع أنهم أحزاب، يعني حزب الله هو حزب صغير حتى هذه الساعة، أربع فرق، خمس فرق إسرائيلية ما استطاعت أن تتجاوز الكيل ونصف في القرى الحدودية، وتكبدت خسائر كبيرة حتى هذه اللحظة باعتراف الكيان الصهيوني بعد مضي أكثر من ثلاثة أسابيع، أكثر من 25 دبابة يفتخر بها أنها الدبابة المركافة. اليوم أكثر من اليوم فقط أكثر من 25 قتيل من جنوده من 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 جنوب لبنان. اليوم الجيش الإسرائيلي مع كامل يعني وحشيته وكامل قدرته حتى هذه اللحظة ما استطاع أن يحتل قرى صغيرة من في جنوب لبنان. حتى هذه اللحظة ما دخل إلى مارون الراس، ما دخل إلى بنت جبيل، ما دخل إلى كل هذه القرى الحدودية الملاصقة للخط الأزرق. أنا أريد أجاوبك، اسمح لي بس اسمح لي أنا أريد أجاوبك. فصائل المقاومة، الجمهورية الإسلامية لديها قدرة، وبالفعل وشاهدنا كيف لديها قدرة عن أن تستهدف أكثر من 200 صاروخ ما استطاع الكيان الصهيوني ولا الولايات المتحدة الأمريكية أن تعترض هذه الصواريخ. المعارك ثبتت أنه إيران أكثر من ذلك تفكر بمصالحها القومية والوطنية أكثر. يا سيدي يعني لا أنت تتحدث أنه إيران ضربت 200 صاروخ، هذا شيء آخر يخص إيران. هلا جاوبك. بس ترى حزب الله وين يا سيدي؟ قيادات حزب الله تم اغتيالها. حماس المدينة الصغيرة المحتلة، حماس المدينة الصغيرة حتى هذه اللحظة ما استطاع هذا الجيش الإسرائيلي أن يحقق أهدافه بعد مضي أكثر من عام، سوى قتل المدنيين وتهديم المباني والجرائم اللي ارتكبها بحق المدنيين. طيب، بالتالي هذا هو الجيش اللي كل دول المنطقة يخشونه مع الأسف، وخصوصا الدول العربية. اليوم الكثير من العراقيين أرجوك يرتجفون، واقع الحال يشير، يرتجفون خوفا من الكيان الصهيوني. واقع الحال يشير إلى أنه غزة مدمرة، غزة مدمرة، قيادات حزب الله تم اغتيالها. نعم، لأنه جنوب لبنان مدمر. ما يخالف، لأنه هذا الكيان فقط يدمر المباني. طيب، ويقتل الأبرياء، وما زالت احنا المعيار هل استطاع أن ينتصر؟ ما زالت العمليات مستمرة، ما زال المقاتلين. يوم أمس أكثر من 200 صاروخ من جنوب لبنان. طيب، اليوم أسقطوا طائرة مسيرة. بالتالي لا حد يتكلم على إسرائيل القوة الكبرى بالمنطقة، وإحنا خايفين من عتها ونرجف، ولا كأنما أمريكا نقول هذا الشيء، بس نقول أقول مفروض وطلعت وأمريكا خلا أكمل لك وأمريكا أقوى من إسرائيل بمئات المرات، ما استطاعت أن تحتفظ بالعراق وانسحبت بال2011 دليلة، وعادت مرة أخرى بالتفاف وفق اتفاقيات وطلب من حكومة العراقية ورجعت، والآن سوف تخرج أيضا دليلة. بالتالي هذا الخطاب، خطاب التجبين اللي أنتم متبنينه مع الأسف، هو يتناغم مع الخطاب الإسرائيلي. أشوف الكيان الصهيوني مع أنه كيان الجبهة الداخلية منقسمة، مختلفين بشكل كبير، لكن ملتفين حول قضاياهم الأساسية. يعتبرون نتنياهو يجب أن يلتفون حوله. طيب،
مع أنه لديهم الكثير من الإشكاليات عليه. نحن الآن الكثير من عندنا يحاول أن يجد مبررات لعدم المواجهة ويهبط المقاومين. فئة صغيرة من العراقيين يردون يتصدون لهذا المشروع. شوف هذه الانتقادات المستمرة والخشية من جر العراق إلى المواجهة. أنا أزيدك من الشعر بيت: العراق لن يكون بمواجهة لا مع أمريكا ولا مع الكيان الصهيوني لسبب بسيط. الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح بالعراق وتخشى على مصالحها وجودها بالعراق. الإدارة الأمريكية الآن تنأى بنفسها وما تعتبر نفسها شريك، مع العلم هي شريك بكل الجرائم التي تحصل، وهي التي كما ذكرت أنت في المقدمة. الإدارة الأمريكية وحدها من تستطيع أن توقف هذه الحرب، ووحدها التي تبقي على هذه الحرب. ومن هنا نعتقد أنه الولايات المتحدة إذا ما تهددت مصالحها وتهددت الطاقة لا توقف هذه الحرب وتستمر بقتل الأبرياء وتحاول أن تفرض الكيان الصهيوني شرطي على المنطقة، وبالتالي تخضع كل الدول العربية والإسلامية ومن ضمنها العراق لمصالح الكيان الصهيوني. أستاذ حسين، بس خلي أستوقفك هنا عند كلمة أنه هذا الخطاب التجويني، يعني الـ 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 يعني هي مو قصة خطاب تجبيني أو إعلام تجبيني، هو قراءة للواقع، هي أسئلة: وين محور المقاومة؟ شنو اللي جاي يسوي الفصائل؟ شنو الجدوى من كل هاي العمليات؟ أكو مواقع جاي نشوفها، أكو متابعات للعمليات جاي نقراها وجاي نتابعها. خلي نسأل دكتور عياد الطوفان، فعلا هذا خطاب تجبيني يعني من تتحدث عن الواقع، عن إمكانيات الفصائل، عن إمكانيات حزب الله بالمعركة حاليا؟ يعني أستاذ حسين يتحدث أنه لا، الأمور طيبة جدا والانتصارات والمعارك ماشية بشكل صحيح والرضوان متصدين للقصة. دكتور، هاي المشكلة بدأت من 17 سبتمبر. البعض عندما نعمل على ساحة العمليات ونبين الفرق ما بين الجيش الإسرائيلي الذي تدعمه أمريكا وباقي يعني ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وبريطانيا وأكثر من 100 دولة، مع إمكانيات حزب الله نطلع إحنا نثبط المعنويات، نطلع إحنا نحب الإسرائيليين، نطلع إحنا خوان الأمة. يدري هسه سبعة، إحنا دا نحكي على غزة. غزة أول يوم اللي صار 7 أكتوبر أنا عندي 1000 ملاحظة عليه، والله بصراحة ما أقدر أحكيهن زين، لأن العالم يقول لك تضبط المعنويات وهذا يعتبرون عمل بطولي. بس راح أحكي لك سريعا على السياج اللي قدرت حماس تتجاوزه. هذا طوله 67 كيلومتر، بالأرض عمقه من 15 إلى 20 متر وفوق الأرض ارتفاعه 15 متر. هذا عبارة عن سياج يعني بما نسميه العراقي سيم مكهرب، أيضا وراء سياج كونكريتي 10 إلى 15 متر. ما بين السياج الكونكريتي الاثنين هناك دوريات آلية وراجلة على مدار الساعة. هذا مسيطر عليه ب 12 طائرة لاتصالات من أرقى طائرات العالم، ماكو عند فقط إسرائيل وأمريكا منها على مدار الساعة في السلم والحرب. الطائرة تغطي المنطقة الشرقية والشمالية. هذا فد يوم طلع سام العلي، هذا فلسطيني من منظمة فتح، قالها بالتلفزيون، قال أني عضو لجنة تنسيق مشترك الأمني ما بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين. الإسرائيليين كانوا في كل اجتماع يشتكون علينا من كثرة الأوراق وأكياس النايلون الطائرة في الجو التي تصطدم في هذا السلك ثم تدوي صافرات الإنذار، فيرجون رجاء بأن نمسك هذه المواد. هل من المعقول إسرائيل بهاي طائراتها وهذا سياجها تصفن 4 ساعات لا طيارة تطير لا شيء يتدخل ويخلوهم يطيرون ببايسكلات من فوق؟ عمل بطولي أنا أشجع عليها، لكن أنا أشوف هذا كان سبب من التوريط. ومن أقول أنا من يوم 7 يعني من يوم 8 صباحا لحد هذه اللحظة في غزة فقط تتلقى الصدمات، لا صواريخ بدأت تطلق ولا أي رد فعل، لكن المأساة والمجازر حدثت في غزة. غزة الصامدة المنتصرة تقريبا راح نصل للـ100 ألف شهيد، وضعف هذا العدد جريح،
وأكثر من 3/4 الوحدات السكنية في المحافظات الخمسة لقطاع غزة دمرت. أيضا ممكن القطاع الصحي طيب دمر هذا الكلام فاهمني والقطاع التعليمي بس يعني أستاذ حسين يتحدث عن قصة غزة المنتصرة يا أستاذ عدنان أنه العلاقة مع الأمريكان ممكن تكون هسه المفروض تل أبيب تراب هسه المفروض عكا وعسقلان بالبحر يا أخي مو منطق هذا اثنين نجي نقارن ما بين إسرائيل وهاي الدول العظمى كلها وياها مع حزب الله إلى دبابة لا طيارة لا دفاع جوي لا صواريخ يعني هسه نريدهم يطلعون صواريخ أكثر من هاي ماكو طيب. وأنا قلت وأنتوا تابعوا الأخبار كل شوية ذول الغزاة المجرمين الكيان الصهيوني كل شوية وخابروا لهم على بناية اخلوها واخلتها العالم وهجت يعني تريد تقول طلعوا صواريخكم المنظمين دمروا فقط في صور لا يعني تريد تقول طلعوا صواريخ يعني شلون خنجر اخو قشرة قال له زمر عيان وشبعوا كتل قال له لشان طلعت خنجرة قال ضم اليوم الاكشاف ياكو اكثر من هذا اليوم هذا السؤال لكن مع الأسف من نحكي كلام واقعي وكلام منطقي وكلام عسكري بعيدا عن العاطفة طيب. والمجاملة نعتونا بكل الصفات عمي أنا عربي مسلم والله والله أنا أدعو وأعيش مع كل عربي مسلم طيب. في غزة وفي جنوب لبنان ذولا هنّا طيب افتهم دكتور عيال الله يخليك بس خلي السكوت الان نعم عن كارثه احسن ما السكوت بعد ورا ما يصير مسات اكثر هو هذا سؤالي انه احنا نريد نعرف مثلا يعني الايرانيين الان عندهم استراتيجيه في مواجهه مثلا التهديدات الاسرائيليه عندهم تهديد يهددون ويقولون انه مصالحنا الوطنيه والقوميه وما راح نسكت اذا ردوا اسرائيل علينا احنا راح نرد قصدي العراق مثلا اذا تعرض الى هجمات اسرائيليه دكتور عبد الجبار من ممكن ايران تدافع عن العراق خلينا انا ارد لك بدقيقه استاذ عدنان بس خلي الدكتور عبد الجبار تفضل وارجع لك دكتور عياد ارجع لك ما بس اضرب لك مثلين انا ما اقدر اقاطع مريض شلون السالفه اليوم والله ما لي حل على صوتي دكتور ارجوا شوي والله تفضل دكتور اقطعني دكتور عبد الجبار تفضل ويعطينا نعم. نعم. يلا نعم ايه؟ هي الان 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 استاذ عدنان اللي حيحرك هذا المشهد السيناريو اللي تتحدث به مسالتين اولا العالم الان كله ينتظر ما هي الضربه اللي محدده من قبل نتنياهو زيان. كحكومه متعجرفه الى اخره اذا كانت الضربه محدوده وانا اقول في بدايه الامر ما كانت نوايا هذه الحكومه المتعجرفه الصهيونيه الاحتلاليه الاستعماريه ان توجه ضربه محدوده وكان في نياتها والتصريح ده قال سنوجه ضربة قاسية رغم أن الآن هو توزيع أدوار ما بين الخط السياسي والخط العسكري وهذا يعني الخطابات السياسية معروفة بالاستراتيجية لكن أعود وأقول الضربة الواسعة ليس لا يمثل مصلحة استراتيجية أمريكية في أمريكية في هذا التوقيت نعم أمريكا الآن توظف القدرات الإسرائيلية كأداة رموح في أن تضرب هنا وهناك وهي تفرح لذلك وتمثل دورا استراتيجيا لها كبيرا لكن فيما يتعلق العلاقة الأمريكية الإيرانية هذا فيها مخاطر كارثية ليس فقط على إسرائيل خلينا نقول بين الهلالين باعتبارها أمنة خط أحمر لأمريكا لكن على عموم المنطقة اللي حصل ما الذي جعل أن تكون الضربة محدودة بشكل واسع وواضح أمريكا حريصة على المصالح النفطية في المنطقة أمريكا حريصة انتخابيا ألا يكون هناك أسعار النفط تصعد في مدايات قصوى أمريكا حريصة على العلاقة العراقية الأمريكية أن تكون حكومة على قد تغيير قوية بمنأى عن أي تهديد وخاصة إذا ما تم توجيه ضربة من إسرائيل وأضرب لك مثال مع الفارق زين. في عام 90 لما شكلوا التحالف الدولي في إزاء العراق إسرائيل كانت خطة عسكرية وطائراتها جاهزة تم منعها من أن تشترك في التحالف 30 العدواني على العراق وهي أيضا عدوان لأنه كان جورج الأب بوش الأب قال استراتيجيا لو شاركت إسرائيل لنفك لتفتت التحالف الآن نفس الشيء إذا كان هناك تخطيط استراتيجي إذا إيران أو غير إيران لا نقبل بذلك ولكن بمجرد أن تشارك أي ضربة إسرائيلية داخل حدود العراق هذا يعتبر يعني حرب واسع في تلك اللحظة لا يعد بالإمكان للحكومة العراقية ولا المرجعيات
وأن تتحدث عن ضبط النفس ودعم نفسي سياسي اقتصادي إلى آخره. لا بد أن تكون حرب واسعة. في حال إذا تم توجيه ضربة واسعة، نتنياهو انفك من عقال الضغط الأمريكي ووجه ضربة واسعة، خلينا نحدد ما هي الواسعة. لاحظ حتى في موضوع الضربة اللي استهدفت نتنياهو بيته، حزب الله أعلن قال الضربة تم توجيه من حزب الله، وهذا حتى إيش؟ وإيران قالوا إحنا ما لنا علاقة بيها، أن يصعد حتى لا يصعد من مدايات إيش، وتكون حجة لاستهداف شو نسمي أهداف سياسية سيادية. لذلك هو خيارين، ننتظر. لا العراق متبرع، ربما تتعطل الضربة بحجة انتخاباتنا. العراق متبرع. العراق أتحدث بصراحة. العراق الآن الضرر الأكبر سيتحمله العراق لسببين. هو الآن يطمح أن يمارس دورا لضبط مسارات الصراع. البارحة كان هناك اتصال مع السعودية وهذا شيء جيد، ويفضل أن يوسع الاتصال مع الأردن ومع مصر ومع إيران ومع تركيا. سمعت أستاذ حسين يتحدث عن تهديد الطاقة يا سيدي، يعني البارحة صار اتصال بين السوداني ومحمد بن سلمان سال عدنان، والفصائل تتحدث عن تهديد الطاقة، أبو علي العسكري سجلها. نعم سجلها عندك. إذا كانت الضربة محدودة وصانع القرار الاستراتيجي في إيران يقول أن ضربة محدودة ولم تكن فعالة وغير مجدية في تلك اللحظة، لن يكون هناك أي تهديد لأي مصدر من مصادر الطاقة. لكن والعكس أيضا صحيح. أنا أقول لك بدون موافقات رسمية، إذا كانت الضربة واسعة تهديدا وجوديا، المفهوم الوجودي يستهدف كذا وكذا وكذا، في تلك اللحظة ليس هناك مجال للحديث عن أمن الطاقة. لذلك يقول الضغوطات الأمريكية حددتها بالمسارات وكذا. فيما يتعلق الحالة العراقية، العراق أيضا يراهن على أن يرسل رسالة إلى أمريكا عفوا اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ولكن هناك مصلحة استراتيجية عليا لكل الأطراف. طيب. للسعودية، لتركيا، لسوريا، للأردن، للكويت، أن يكون للعراق موطئ يعني قدم قوي في هذه الأزمة، وأن لا يكون حقيقة. شوف إحنا ما نريد نغض النظر دكتور. نعم. يعني حقيقة نتوقف على تيج قصة، يعني الإسرائيليين لا هم يتوعدون الإيرانيين بضربة قاسية وقوية، يعني هذا وزير دفاعهم، وزير دفاع الكيان يتحدث يقول راح نهاجم الإيرانيين وراح يدركون حجم ما سنقوم به، هذا جاي يخاطب طائراته. لكن في المقابل أيضا الخطابات الاستراتيجية الإيرانية أيضا فيها تهديدات، ليس طيب. لمصالح إيراني إسرائيلي عفوا شوف لكن أيضا لتهديد أم نعم. بس شوف شو يقول وزير الدفاع، لمصالح عليا لكل الدول. طيب بس وزير الدفاع شو يعني يشرك العراق بالقصة؟ هذا كلام الأستاذ حسين، يقول يعني يخاطب الطيارين يقول تحظون بفرصة المشاركة في حرب السبع جبهات. هاي الجبهات منهم من عندها؟ يعني غزة، لبنان، الضفة الغربية، سوريا، العراق، اليمن، وإيران. احنا داخلين حرب الآن أستاذ حسين، يعني المفروض أنه الفصائل الفصائل والداخلين حرب، الإسرائيليين مخلينا بالسبع جبهات، فاهمني؟ تفضل. نعم الكيان الصهيوني ليس الآن هو يعتبر العراق هدف ويحاول أن يعني لا بسبب الفصائل. منذ نشأة الكيان الصهيوني الفصائل هم اللي دخلوا العراق. لا ما يخالف، منذ نشأة هذا الكيان الصهيوني عين على العراق، وليس العراق فقط والمنطقة. بالتالي مسألة أنه يجر المنطقة للمواجهة، أعتقد هذا هدف يسعى إليه كل المراقبين وكل الخبراء يعتقدون أن هنالك رغبة لدى الكيان الصهيوني بجر الولايات المتحدة الأمريكية بحرب مع إيران، لأنه ليست لديه القدرة على أن يحارب إيران بشكل منفرد. اما ويحاول ان يجد يعني هذه التجاوزات والاستفزازات التي يقوم بها الكيان الصهيوني تجاه الجمهوريه الاسلاميه، قطعا سوف يجر المنطقه الى حرب، والعراق كما ذكرنا هو جزء من هذه المنطقه. الجرائم الكيان الصهيوني، يعني انا اتكلم احب اعلق على ضيفك الدكتور انه الفصائل المقاومه وين صار لهم سنه، هم محاصر غزه صار لها سنه محاصره وما زالت العمليات مستمره. الكيان الصهيوني هنالك خط امداد مباشر من قبل ليس امريكا فقط، الدول الغربيه كلها
تدعم هذا الكيان بالذخيرة والأموال والدعم السياسي، وحق إسرائيل بالوجود وحق إسرائيل بالدفاع عن النفس، وكأنما لا يرون فقط الكيان الصهيوني والظلم والاعتقالات. عقود طويلة يتعرض للفلسطينيين من ظلم واضطهاد، مش يسوون يعني بالنتيجة. هو بشر إلى عنده قدرة على التحمل. هذه المنطقة الآن الكيان الصهيوني يريد يعيد رسمها من جديد، يريد يصير هو شرط المنطقة. يا سيدي، وجود هذه الفصائل مع ما وصفتها أرجع أنها أقول ضعيفة إلك. يعني مع ما هذا كلام أنها ضعيفة، هذا كلام دكتور عياد يعتبرها سياسة بس اسمح شد بس الرحال بس باختصار أرجوك أستاذ حسين، باختصار آخر دقيقة تفضل. يعني مسألة أنه هذه الجبهات قطعا سوف يجر المنطقة للمواجهة، وهذه الجبهات قطعا سوف تكون منخرطة بالمواجهة، وهي منخرطة. طيب، صار لهم سنة يحاربون، مو الآن هو يعني يحارب هذه الجبهات السبعة. هذه طيب المسألة، وجود هذه الفصائل تعتبر حالة مقلقة ليس فقط لإسرائيل وإنما لأمريكا. الآن أمريكا مثلا ضربات المقاومة اليوم تعيد رسم هذه المنطقة. ضربات المقاومة اليوم، هذا السؤال دكتور عياد، يعني استهداف منطقة إيلات بالطيران المسير، استهداف وسط الأراضي المحتلة بالطيران المسير، استهداف الجولان المحتل بالطيران، هذا الشغل اليوم مال المقاومة. يعني قصة سياسة شد الرحال إلى مقاتلة الكيان والإسرائيليين في لبنان والجولان، هاي سياسة ممكن تنقذ البلد. أما أنه أنا أستغل أراضي البلد وأدخله كهدف للإسرائيليين، وهذا ولا وحشيين ومتوحشين وعندهم تقنية، هاي شغلة مختلفة دكتور عياد. أستاذ عدنان، إحنا نأيد، أنا قلت لك أأيد السيد أكرم الكعبي، وقبل أيضا البيانات اللي صدره وقالوا نقدر نرسل أكثر من 100,000، وأنا أقول المقاتلين المعبائين نفسيا وعقائديا ومسلحين تسليحا جيد، الله هذا محمد عمل محترم. إيه؟ وهذا واجب إسلامي شرعي ديني إخلاقي. نعم، يخلي يروحون، لأن احنا بحالة هسه ما نقدر نشترك. يعني حتى يجلبوننا هاي الساحة ونروح. يرحون كما راحوا سوريا يرحون يقاتلون. راحوا قاتلوا سوريا وراحوا قاتلوا في كل مكان. طبيعي، لا تخافون. إن شاء الله. هي المعركة الحقيقية في جنوب لبنان. خلينا نكمل إن شاء الله. المعركة الحقيقية في جنوب لبنان. من يمتلك العقيدة والمبدأ مستعدين للمقاتلين في جنوب لبنان. اي نعم، تفضل استاذ دكتور عياد. استاذ عدنان خلينا نكمل. تفضل استاذ عدنان. تفضل، خلينا نكمل. نعم، انت قلت على استراتيجية ايران بالقتال. عندهم استراتيجية بالقتال مع الكيان الصهيوني. أنا أجيب لك إياها بمثلين عراقيين. كل الاستراتيجيين، المثل الأول يقول إذا جاك الموت دز على ابن عمك، هذا الأول. والمثل الثاني يقول إذا جاك السيل حطه ليدك. ابن العم والذرعة وليدك هنا هي أذرع إيران بالمنطقة. أنا بس أريد أسأل سؤال. يعني حزب الله حزب يعني مدرب تدريب راقي جدا، تسليحه جيد جدا، تنظيمه وهيكليته تنظيم راقي جدا، بغض النظر عن الخرق الأمني الكبير اللي حدث وانقتلوا كل القيادات الأولية، أيضا مواضعه ومخازن عتاده وأنفاقه شيء جميل جدا. وقال السيد حسن نصر الله في واحدة من خطاباته، قال نحن كل شيء عندنا فوق السطح، سلاحنا وطعامنا وأكلنا وشربنا ورواتبنا وكلنا من الجمهورية الإسلامية. زين، الجمهورية الإسلامية ليش وقفت مكتوفة الأيدي قدام هذا التدمير اللي دا يشوفه حزب الله، ويشوفون أهلنا العرب المسلمين من أهلنا بلبنان بالجنوب والآن بصور الجنوب 1.25 مليون، كل متحرك بها هسه منطقة الجنوب القطاعات كلها الخمسة بما فيها الضاحية، هي كل متحرك فيها عدو. أيضا أريد أبين نقطة مهمة عسكرية. زين، الآن هذا ليس اجتياح، ما يقوم به الإسرائيليون يسمى استطلاع بالقوة، وأيضا يسمى معلومات تصلهم من الأسرى أو من غيرهم، وصلوا إلى أنفاق مهمة
في كثير من المناطق وفخخوها وفجروها. هذا لا يسمى اجتياح. هم ما يحتاجون حتى أني أقولها للجميع. طيب. أني كقائد مسيطر على المنطقة بسلاح الجو. اللي يتحرك بالمنطقة هو هدف. طيب. وعندي إمكانيات هائلة. أني ليش أتعرض إلى الاشتباك؟ وأنطي خسائر. طيب. أني ليش ما يظل هذا؟ باقي عندي وقت قليل دكتور عياد. بس أرجوك خلي أسأل دكتور عبد الجبار. إذا استمر الوقت شهرين من الخاسر؟ طيب. من الخاسر؟ الخاسر المدنيين والعسكريين. طيب. بالجنوب أيضا بالضاحية لإسرائيل. طبعا اللي خاسرين دكتور عبد الجبار اليوم فقط من صور. هل برأيك الإيرانيين يدفعون الفصائل بالعراق إلى هاي العمليات تجاه إسرائيل؟ لو الفصائل هي متبرعة بهذه العمليات، يعني بعض المصادر تتحدث أنه الإيرانيين ما يريدون فصائل العراق ينهمكون كثيرا بالمواجهة مع الإسرائيل. أكو خصوصية للعراق بعيدا عن هذه المعركة، لذلك هم مركزين مع جنوب لبنان. يعني هو أما يكون توزيع للأدوار أو يكون نسبة الاستقلالية بنسبة 50% إلى 50% أو بنسبة هو إعداد لتخطيط استراتيجي محكم. لأن اللي ده يحصل الآن منطوق الدول أن تواجه إسرائيل أخفقت كل النظم السياسية العربية في مواجهة إسرائيل، واللي راح طبع واللي يريد يطبع لآخره. فالمتبقي فواعد من غير الدولة، حوثيين وفصائل عراقية وحزب الله. حزب الله هو جبهة الحرب الأولى كان ضد الكيان، فكان هو يعني الشوكة والرمح الأساس. الآن هو استراتيجيا إيران تقول ربما هكذا نحلل أن استطاعت أن تشغل الأمريكان وتشغل الكيان الغاصب لأربعين سنة لخمسين سنة من عام 82 حتى الآن، استطاعت أن تبعد الخطر، وأنه لولا هذه الجهات هذه الجماعات بالوكالة بشكل مباشر وغير مباشر عقائديا استراتيجيا اقتصاديا إلى آخره لكان ربما مصادر التهديد الإسرائيلي هي أكثر خطورة. وهذا يعتبر إنجاز استراتيجي. بالمقابل الآن حتى الأمريكان، أنا أفكر بالأمريكان ما لي علاقة بالإسرائيليين، الإسرائيليين عاجلا ما عاجلا سيقيدون بأن لا تتوسع مداركهم خارج الحدود اللي يعني يفكرون بها. على صعيد الرغبات نتنياهو يفكر كثيرا، لكن الضواغط الأمريكية أيضا تفكر، الإيرانيون أيضا يفكرون بعلاقة استراتيجية مستقبلية، بمعنى لا تفكر أن يخسر العراق مكانته الاستراتيجية الاقتصادية والمالية والنفطية، وهو أيضا سوق استراتيجية كبيرة لإيران. ثانيا الإيرانيون أيضا يفكرون في العلاقة الاستراتيجية مع الصين ومع روسيا، وروسيا حتى مع وجود خصومة مع أمريكا لديها مباحثات وتعاملات تجارية إلى آخره. إذن لربما تنتظر حتى 15 نجد ما هي معالم الخارطة الرئاسية. إذا جاء هناك ملامح لفوز ترامب فالكل سيعيد يعني توجه مداركه لخارطة سياسية جديدة. لكن الأهم في الموضوع شوف زيارة وزير خارجية الإيرانية إلى مصر والسعودية وكذا، لو كان يعتقد أنه بإمكانه فقط أن يهدد المنطقة بدون زيارات دبلوماسية ربما ما لا يتحدث عنه. ولذلك نقول عراق شب مصر بدأ يتحدث عن الدولة الواحدة وياكل كشري في 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 مصر. اللي اريد اقوله صانع القرار في ايران يفكر استراتيجيا بالاكلاف، وكذلك الحال الحكومه العراقيه تفكر استراتيجيا. طيب. وكذلك المرجع العراقي تفكر استراتيجيا. واختم إيه؟ قرار تجريم التطبيع اللي مهد له ودعمه التيار الصدري يعادل 100,000 صاروخ على اسرائيل. شكرا جزيلا متواضع. شكرا جزيلا دكتور. من نتاجات الصواريخ هو نعم. شكرا جزيلا دكتور عبد الجبار احمد استاذ العلوم السياسيه من بغداد، شكرا للدكتور عياد الطوفان خبير امني وعسكري من اربيل، وشكرا ايضا للاستاذ حسين الكناني رئيس مركز الهدف للدراسات. شكرا لضيوفي الكرام، شكرا لمشاهدينا، نلتقي قريبا.